سلمى، المساحة الطبية أكيد رح نحكي فيها عن ألم العضلي التليفي. يمكن كثير من الأشخاص ما عندهم تفاصيل هذا الألم. سلمى، شو هي الأعراض وحتى طرق العلاج؟ طبعا هذا المرض صار معروف مثل ما قلنا من قبل عدة سنوات، أصبح تطور الطب مثار للاهتمام والبحث عن سبل العلاج، هو يمكن الهم الأول خاصة بما يخص هذا المرض. أكيد فرح، هذا الاضطراب بيسبب ألم واسع المدى بالبنية العضلية الهيكلية وبيسحبه الشعور بالإرهاق واضطرابات بالنوم وبالذاكرة وبالحالة المزاجية، لكن هالمعلومات كلياتها هي معلومات عامة، أما المعلومات التخصصية الأكيدة رح تكون مع ضيفتنا لليوم دكتورة فاتن عودة، اختصاصية بالأمراض الداخلية وأمراض المفاصل والروماتيزم. يسعد صباحك دكتورة فاتن. صباح الخير. أهلا وسهلا. صبايا ميت هلا. يسعد صباحك دكتورة. صباح. يعني الألم العضلي التليف يمكن هو اسم ما نو كتير متداول أو مرض ما نو كتير متداول وغير معروف مثل ما قلنا يمكن قبل عدة سنوات. خبرينا بالأول عن تفاصيل هذا المرض وشو هي الأعراض المترافقة معه. تمام. هلأ الألم الليفي العضلي أو الفايبروميالجيا بنسميه هو اضطراب شائع كثير بالمجتمع. بصير في آلام عضلية هيكلية معممة بالجسم كلياته، مزمن، بيكون على فترات طويلة. المرض بصير فيه حساسية قوية للبرد، بصير فيه تعب ووهن لأقل مجهود ممكن الإنسان أنه يعمله، بصير فيه اضطرابات قوية بالنوم، بصير فيه يبوسية بالجسم. أهم شيء بيميز المرض أنه فيه له نقاط مؤلمة عند المريض، ممكن عن طريق جسة بالضغط أنه نشخص هذا المرض. هاي النقاط بتكون موزعة على سطح الجسم بشكل واسع وبتكون متناظرة بالجهتين اليمين واليسار. هلأ هو درجة شيوعه كبيرة بحيث أنه بدراسات بقلب عيادات الأمراض الروماتيزم وصلت لل 20% من المراجعين، فهي نسبة كتير كبيرة. هو بيكون عند النساء أكثر من الرجال بنسبة كمان كبيرة، والنساء دائما مظلومات بهيك أمور. 9 لواحد، 9 نساء لرجل واحد. بيكون كل الأعمار بس أكثر شيء بيكون فوق 50 سنة، لكن هذا ما بيعني أبدا أنه هو منتشر بكل الأعمار. طيب دكتورة فاتن، خلينا نحكي عن الأسباب. يعني اليوم السيدات أو حتى الرجال اللي بينصابوا بهذا النوع من المرض، شو السبب الرئيسي؟ تمام. هلأ هو كسبب محدد لا يوجد هذا الشيء. الموضوع كله قيد الدراسات، في عنا فرضيات سببية للموضوع. الشيء اللي نعمل دراسات لإدراك شذوذ الألم عند هالمرضى، هالمرضى بحسوا بالألم بشكل شاذ غير الإحساس اللي نحن بنحسه. فمن السببيات اللي نوضعت لهالموضوع إنه يكون في عنا شذوذات بالجملة العصبية المركزية. الشغلة الثانية اضطرابات النوم، كانت كموضوع كتير بحث قوي في إنه هو يكون مسبب للموضوع. النوم هو له 4 مراحل. المريض بهاي المرض خلال تخطيط الدماغ تبعه لقوا إنه بيفوت بأول 3 مراحل وبيقطع، ما بيكمل على المرحلة الرابعة اللي هي النوم لا تجددي. فعزوا إنه عدم الدخول بهاي المرحلة هو سبب للمرض. هلأ في أسباب تانية أو فرضيات تانية، مثل وقت بذلوا السائل الدماغي الشوكي لهالمرضى لقوا انه مستقبلات سيروتونين عند هالمرضى بتكون منخفضه، معناها قالوا انه عوز سيروتونين ممكن يكون سبب. كمان قالوا انه عوز هرمون نمو ممكن يكون سبب. قالوا انه من الفرضيات نقص الكورتيزول بالبول، لاحظوه عند هالمرضى، فقالوا ممكن يكون في اضطراب بالجمله اللي بتؤدي لافراز هالهرمون هذا. فرضيات تانية قالت انه ممكن يكون التهاب مفاصل رسياني مسبب له. فرضيات ثالثة قالت انه ممكن يكون الكرب الانفعالي او ستريس هو اللي بيقدح هالمرض وبيسببه. ناس قالوا الفصال العظمي. فبالنتيجة لقوا آخر شيء إنه حتى في ناس أسوياء ما عندهم أي شيء ومع ذلك معهم هالمرض هذا. دكتورة، يعني الأسباب عم تختلف دائما، لكن إذا بدنا نقول كسبب رئيسي أو مسبب أول أو القاسم المشترك بين المرضى أغلبهم يلي عم يجوا على العيادات بهالنسبة الكبيرة، يعني 20% نسبة لازم أكيد ينحكى عنها بشكل كتير كبير. خلينا نعرف شو عم بتلاقوا القاسم المشترك بين أغلب المرضى كسبب من أسباب المرض. الأكثر شيء عم بيكون كسبب مراجعة قصدتي أنت للعيادة هو الآلام العضلية الهيكلية اللي بتكون منتشرة بالجسم بطريقة يعني كتير صعبة بالنسبة للمريض، بتكون قديمة وبيكون مراجع أطباء وعامل تحاليل وكل شيء وكله يطلع عنده طبيعي. فهاي الآلام العضلية الهيكلية هي أكثر شيء عم بيخلي المرضى أنهم يراجعوا للعيادات.
سبب أساسي الأكثر شيء مثل ما أنت بتحبي تسأليني الموضوع، أنه اضطراب النوم هو المسبب الأساسي بين كل الأسباب الثانية. بس كمراجعات للعيادات، هي الاضطرابات العضلية الهيكلية. ممكن يجينا المريض بوجع رقبة، شد بالرقبة، ألم بين كتافه، ممكن يجي ألم أسفل ظهره وينزل على رجله، ممكن ينزل على الإلية، ممكن يوصل للساقين لتحت، ممكن يجي بنمل إيدين، نمل كل الجسم معرض، كل الجسم بالضبط. أحيانا المريض بيجي بيقول مفاصلي عم تجعني وورماني، بالفحص ما بيكون عنده أي تورم، يعني هو إحساس عند المريض، الفحص المفصلي بيكون عنده طبيعي 100%. بحس المريض ببرد قوي اكثر من اللي بحسوه، يعني بيكونوا قاعدين بالبيت كلياتهم، هو الوحيد اللي حاسس بالبرد، بيقوم بسكر الشبابيك، بيقول انا صار جسمي يجعني من اقل نسمه هواء اجت علي. صعب كثير انه موضوع النوم عنده، ممكن يفيقه التعب وهو نايم، يفيق من النوم على وجع جسمه، يقول انا تعبان، فقت من النوم على تعبي. اول فقته الصبح بيكون كثير ميبس ومكسر المريض، ممكن مع حركته بالنهار انه يخف هذا التيبيس، بس في مرضى بيبقى عندهم هذا الشيء كل النهار، حتى لو راح شوي عم يرجع بالليل لما بده يرجع ينام مثل ما قلنا، وصعوبة النوم نتيجة هاي الآلام. بالضبط، تمام. كمان هذا هو بحد ذاته كسبب لنا الكرب الانفعالي بسببه، بس هو بحد ذاته بيعمل للمريض قلق واكتئاب، يعني هو بحد ذاته المرض بيزعجه كونه حياته بتكون مكركبة، فبصير عنده كمان هو ستريس، ممكن يصير عنده صداع، ممكن يصير عنده دوخة، ممكن يكون عنده تسرع بدقات قلبه حتى وهو قاعد مرتاح، ممكن يصير عنده هبوط ضغط انتصابي مو معروف، يكون قاعد وقف بدوخ، بيحس كثير بهالقصص هاي. فهي القصص كلها اللي بتخلي المريض يراجع الطبيب بهالموضوع هذا. طيب دكتوره، خلينا نحكي كمان خلال الفتره الاخيره صرنا نشوف يعني عرض الهددان الحيل او الوجع او الم المفاصل من الاعراض اللي صابت كثير ناس من اللي انصابوا بكورونا، وضل معهم لفتره طويله، يعني في ناس شفيت بس ضل هذا العرض موجود شهر وشهرين، انه انا لسه معي هددان الحيل، جسمي بيوجعني، مفاصلي بيوجعوني. كيف فينا نميز بين اللي عنده هذا الالم اللي فيه، او انه هو ممكن يكون اعراض ما زالت اعراض كورونا؟ تمام. هلا الالم اللي في العضلي حتى نحن نشخصه لازم نكون نافيين كل شيء امراض، يعني بمعنى ثاني نحن ما بنشخص هالمرض هذا حتى نكون نفينا كل شيء امراض ثانيه ممكن تيجي بالاعراض المشابهه، وقتها بننتبه لهذا المرض وبنبلش من نشخصه بالتشخيص اللي ممكن انه هلا نحكيه بالمقابله تبعنا. فنحن اول شيء بدنا ننفي كورونا بالوقت الحاضر، بدنا ننفي الامراض الثانيه اللي بتعمل هاي الاعراض، مثل قصور الغده الدرقيه، مثل امراض المناعه الذاتيه، الداء الريسياني، مثل الذئبه الحماميه الجهازيه، متلازمات الجفاف، هاي القصص كلياتها ممكن انه حتى الكولون العصبي يعني او متلازمه الكولون الهيوج، كلياتها هاي القصص ممكن نحن انه بدنا ننفيها بالبدايه، بعدين نحن بنشخص الفايبروميالجيا باسلوب التشخيص تبعها. خلينا نحكي دكتوره عن رحله العلاج، هل هي طويله الامد؟ هل في اعمار يمكن تستفيد اكثر من الاعمار الثانيه؟ شو كيف بنبلش علاج؟ العلاج الدوائي ممكن يترافق مع علاج ثاني؟ خبرينا دكتوره. تمام. هلا العلاج بالنسبه للفايبروميالجيا هو شقين، دوائي وغير دوائي. بس قبل كل هذا نحن لازم نفهم المريض وضعه، نقول له انت عملت تحاليلك وطلعت كلياتها طبيعيه، وبعدين نحن عملنا فحوصات الفايبروميالجيا وتوجهنا انه انت معك فايبروميالجيا، ونشرح له طبيعه مرضه شو هي لحتى يقدر يفهم المرض ويساعد حاله هو. فنبدا بالاول شيء بالعلاج الدوائي عند المرضى. المريض عنده اضطرابات بالنوم، فاول شغله احنا بدنا نعملها تحسين جوده النوم عند المريض، فنحن بدنا نضطر نعطيه اشياء مشان نحسن اسلوب النوم تبعه، وجودة النوم تبعه، ينام ياخذ المرحله الرابعه من النوم يقدر يفوت فيها يريح جسمه، فبنحاول نعطي هالادويه اللي بتساعده على هالموضوع. ثاني شيء المريض عنده قلق، هو المريض المرض حد ذاته مثل ما قلت لكم بيعمل اضطراب للمريض، فعنده قلق، فنحن حكما بدنا نعطيه مضادات القلق اللي بدها تريحه. وثالث شيء وشغله كثير مهمه انه المريض بحس بالام فظيعه بجسمه، يعني الام ممكن ما تكون محتمله، فتسكين الالم عنده شغله كثير مهمه وضروريه، ولازم نسكن له المه بالطريقه اللي هو ممكن انه نشوفه ارتاح فيها. بنيجي للشق الثاني بالعلاج اللي هو الشق اللا دوائي. شغله كثير سهله انه تمارين هوائيه منتظمه، تمارين مائيه منتظمه، وتمارين تمطيط منتظمه، ثلاث شغلات ما في اسهل من هون. التمارين الهوائيه المنتظمه اسهل تمرين هو المشي، مشي كل يوم، مو كل يوم،
3 لأربع مرات بالأسبوع، 20 لـ30 دقيقة. طبعاً كل هاي الأنواع بتسرع من عمليات العلاج. طبعاً هي علاجية. نعم. هي الأمور علاجية بالنسبة لهالمرض، فكتير بتساعده. بالنسبة للمعالجة المائية عنا سباحة، الجاكوزي، وأبسط من هاد كلياته دش دافي بالبيت بيريحه كتير كتير، وتمارين التمطيط المنتظمة اللي لازم يعملها المريض بشكل دائم. طيب دكتورة، هون في ناس كتير تخضع لبعض العلاجات الفيزيائية. تمام. باعتبار يعني العلاجات الفيزيائية أثبتت قد هي قادرة أنه تكون مساهم حتى بالحالات الخطيرة وبعض الحالات والإصابات والجراحات الكبيرة، قد ايه بتفيد هذا النوع من المرض؟ ماشي. هلأ بالنسبة لهالمرض هذا أكيد تشخيصه المبدئي بده يكون عند طبيب الأمراض الروماتيزمية، لكن لازم يكون في جروب مساعد. الطبيب ممكن يطلب استشارات لهالمريض، استشارات نفسية لطبيب نفسي أو استشارات لطب العلاج الفيزيائي. فالطبيب النفسي وطبيب العلاج الفيزيائي هن اثنين مؤازرين لطبيب الأمراض الروماتيزمية بعلاج هالمرض، فهو بيفيد أكيد. نعم، كل الشكر لك دكتورة لكل المعلومات اللي قدمتي لها، وأكيد نتمنى الصحة والسلامة لجميع الناس بدون استثناء. شكرا لك. أنا كثير انبسطت إني معكم، وكل الشكر لكادر صباحنا غير الإخبارية السورية، وشفاء لكل المرضى، وأهلا وسهلا. شكرا.